بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، الذي روي عنه أنه قال: الصوم جنة. نرحب بكم أيها المشاهدون الكرام، أيها الصائمون والصائمات، في حلقة جديدة من برنامج أنوار رمضانية. موضوع اليوم: مقاصد الصوم. من أجل ذلكم نستضيف شيخنا الشيخ سليم محمدي وكذلك الشيخ حمزة بن يحيى حتى نستفيد أكثر في هذا الموضوع، كما يطيب لنا أن نستضيف لكم أيها المشاهدون الكرام المنشد علي صحراوي الذي جاءنا من مدينة بوسعادة الفنية المضيافة. في البداية نوجه الكلمة إلى الشيخ سليم محمدي ليحدثنا عن المقاصد الكبرى والسامية لفريضة الصيام. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات المشاهدون، وشاكرا لأخي فضيلة الأستاذ فارس على هذا التقديم. وجوابا على هذا السؤال من المقاصد الكبرى للصيام، لعلي أصدر وأقدم بهذا النص النبوي الصحيح والذي يرويه صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، قال: فإنه لي وأنا أجزي به. يقول: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا محل الشاهد. فالإنسان الذي يفعل في الصيام آدابا معينة، سلوكات معينة، واجبات معينة، إنما يفعلها، قال، يتركها من أجلي. فهذا إذن هو المقصد، أن يفعل الإنسان، أن يتربى في مدرسة الصيام بمقاصدها الكبرى، بنواتجها آثارا وثمارا، بعد ذلك أن يقطفها، أن يتحلى بها. ولذلك قال من قال وصدق فيما قال: إن أعظم وأفضل شيء ينزل من السماء إلى الأرض التوفيق والإلهام، وإن أفضل وأحسن شيء يصعد من الأرض إلى السماء الصدق والإخلاص. بعد مرنة ودربة طويلة في العبادات، وهو يرجو الله تبارك وتعالى، فيتعلم كيف يكون صادقا مع الله عز وجل، كيف يكون مؤديا للعبادة كما يرضي الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي تبذر في تربته الخصبة مع أجواء طقسه الجميل، تبذر بذور طيبة فتؤتي أكلها. أعطيكم مثلين على السريع. طبعا هناك امرأة لم يذكر لنا من حالها، أكانت مسلمة أم كافرة، كانت عاصية أم طائعة، كأن النبوة بأسلوبها لا يهمكم، أن الله عز وجل أدخل امرأة نار جهنم لهرة حبستها، يعني حبست الهرة في قفص حتى ماتت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اختركتها، خلتها تروح تأكل، ولا هي أطعمتها، فدخلت النار والعياذ بالله. لكن امرأة أخرى، هذه ما قلناش وش تكون، مسلمة ماشي مسلمة، كأنه يقول لك ما يهمكش، يكفي وش دارت، إن شاء الله تكون مؤمنة موحدة وطائعة، انظر إلى فعلها، أوجب لها النار مباشرة. لكن امرأة أخرى ذكر لنا حالها، هذه المرأة كان ماضيها أسود، يعني تأكل بثديها، يعني كانت في المعاصي والإغواءات والإغراءات، من الصباح تلقي حبائلها فيقع فيها لفيفا واسعا من الرجال في الآثام والذنوب والخنا والفحش. هذه المرأة على ما كان منها من هذه الذنوب، مرة رأت كلبا يطيف بركية، الركية هي البئر، يطيف بها يلحس الثرى يكاد يقتله العطش. فهذه المرأة، هذه اللي كان ماضيها كما ذكرنا، نزعت موقها أي حذاءها وتسقت له، تعمر وتعطي للكلب، ماشي بنادم، ماشي بنادم فقير ولا أرملة ولا يتم، لا، إنما حيوان، راح تتعمر في صباطها وتعطي له يشرب، تعطي له حتى روى ذلك الكلب. قال: فشكر الله لها فغفر لها وأدخلها الجنة. امرأتان، واحدة حبست هرة، ممكن كانت تصلي وتصوم
شوف كانت في جهنم ووحدة أدخلها الله الجنة بفعل واحد. وش أنت لو كنت تعرف قيمة مدرسة الصيام وتولي ممكن تعمر هذيك القفة ولا هذاك الصاشي وتطبطب بها على دار كذا وتحطه، هذا تعتبر نفسك ناجح في هذه المدرسة ومتخرج بجدارة واستحقاق، والشواهد على ذلك كثيرة. يكفي أن يتعلم المقصد المهم، تقوى الله بأن تفعل ما أمر وتجتنب عما نهى وزجر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يأتمرون بأوامر المولى سبحانه وتعالى وممن ينتهون عن نواهيه. شيخ حمزة، بعض المظاهر السلبية التي نشاهدها في أوساط المجتمع ربما تتنافى مع هذه المقاصد الكبرى للصيام، فنرجو أن توضح لنا وأن تشير إلى بعض هذه المظاهر السلبية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أفضل المحامد على كل حال، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين، نهاية ما ينبغي أن يذكره الذاكرون، ورضي الله عن سادتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبر الله صدع قلوبنا وغفر الله جميع ذنوبنا. نشكر الشيخ سليم على ما قدم وأفاد. قال لعلكم تتقون، تقوى الله عز وجل هي الأساس، هو المقصد الأساسي لقيام هذه الأداء، هي أداء الصيام. لعلكم تتقون، لم يقل الله عز وجل لعلكم تجوعون، لعلكم تشكرون، لعلكم تنامون، بل قال لعلكم تتقون. فهو المقصد الأساسي في الصيام هي تقوى الله عز وجل. من المظاهر التي نراها في المجتمع أن الإنسان، كثير من الناس نشوفهم في المجتمع يغضب، تتكلم معه تلقاه يزعف ويغضب، وإذا زدت حاورته مباشرة يقول لك ما تخلطش فيا، بصريح العبارة بين قوسين يقول لك راني صايم ما تخلطش فيا. يا أخي الكريم، الصيام جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم يعني فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. بما أنك صائم أنت صمت لله عز وجل، ما راكش كما نقول أنك تتمزع على الله عز وجل، أنت الآن تؤدي فريضة من فرائض الله عز وجل وهي أداء الصيام. ومن المظاهر التي نراها أيضا أن بعض التجار، نسأل الله تعالى لهم الهداية، عندما يدخل شهر رمضان مباشرة يعني يرفع في الأسعار، وأين هي سلوك الرحمة؟ ورمضان هو شهر الرحمة. فننصح إخواننا التجار أن يتقوا الله عز وجل، وأن يشعروا بإخوانهم الفقراء والمحتاجين وأصحاب الدخل الضعيف، فالإنسان يكون رحيما بإخوانه. أيضا من السلوكيات التي نراها أيضا أنه بعض الناس يعني في بداية شهر رمضان تلقاه يجتهد في تلاوة القرآن ويؤدي القيام مع الإمام، يجتهد ثم يمشي الأيام الأولى، بعد أيام الأخيرة خلاص يفشل ويتعب ويتكاسل لأداء هذه العبادة، وهو لا يدري أن الأيام الأخيرة هي أيام عتق من النيران، وهي فيها أفضل الأيام وفيها أفضل ليلة، وهي ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. فيا إخواني الكرام ويا أيها الصائمون، لابد للإنسان دائما أن يربي نفسه في هذا الشهر العظيم، وأن يغير سلوكياته، فهذا هي الفرصة لتغيير السلوكيات إلى الأحسن. نسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا في هذا الشهر الكريم. أمين يا رب العالمين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يبصرنا بهذه المقاصد السنية التي من أجلها فرض علينا صيام شهر رمضان، حتى نروح على أنفسنا وعن أنفسنا قليلا. معنا في هذا البلاطو المنشد علي صحراوي، يسمعنا وصلة إنشادية بصوته الشديد. هلالك كم تحن له القلوب،
وذكرك كم يردد يا حبيب وذكرك كم يردد يا حبيب إذا وكان 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 لفرط حسرته فماذا يفعل المسكين منا وفي أحشاء ما شاء الله. حفظك الله شيخ علي صحراوي على ما أجدت وعلى ما متعتنا بهذا الصوت الشجي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لك هذا الصوت وأن يجعله صادحا في الحق بإذن الله تعالى. شيخ سليم، موضوع التوبة في رمضان وموضوع يتبادر على كثير من الألسنة، بل هو هدف جميع الصائمين في هذا الشهر الكريم. تجديد التوبة في رمضان كيف يكون شيخنا الكريم؟ الله تبارك وتعالى رحمته وسعت كل شيء، وأنه يقبل الذي يرجع إليه ويسأله المغفرة والتوبة في أي ساعات من ساعات الدنيا، ما لم تصل الروح إلى الغرغرة ولا ما لم تشرق الشمس من مغربها. لكن مع ذلك ثبت في السنة أن لله تبارك وتعالى في دهره نفحات، هناك أماكن مقدسة معظمة يستجاب فيها الدعاء ويغفر الله فيها الذنوب، وهناك أجواء معينة أي زمانية الله عز وجل يغفر فيها الذنوب ويستجيب فيها الدعاء، من بينها هذه الأجواء الرمضانية سواء في الليل أو سواء في النهار. إذا ما جدد الإنسان التوبة الله يقبل منه. ألا ترون أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق وأنبل مخلوق على وجه الأرض ويقول: وإنه ليغان على قلبي وإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة إذا كان هو. ولذلك جاء في القرآن خطابا للجميع: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كيف تعرف أن توبتك صحيحة وأن الله قبلها؟ بثلاثة شروط. انظر أنت، هل هي منعكسة عليك منطبعة في أعمالك ولا لا؟ العلم والحال والفعل. ما معنى هذا؟ العلم أن تعلم أن ذاك الذنب، تلك السيئة، تلك الفاحشة هي خطر، هي ضرر، هي لا يحبها الله، يمكن أن يعاقب عليها الله، يكفي هذا حتى وإن فعلتها أن تعلم ذلك. ثم الحال، بعد ما عرفت بلي هذه الله عز وجل ما يحبهاش والله عز وجل يحاسب عليها، ينبعث فيك ألم وندم وأسف، هذا اسمه الحالة النفسية. لكن لا يقبل منك علم وحال دون أن يكون لك بديل،
طيب انت الان يا استغفر الله انا وش درت يا لطيف شكون اللي غواني لهذيك الدرجه؟ هذه مليحه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبه. نعم. لكن هل عندك بديل بعد ذلك؟ اذا كان الفعل ان تروح تتوضا وتصلي ركعتين، ان تصدق صدقه، ان تدعي الله عز وجل، هذا اللي يسموه الفعل. فان كان عندك علم مش العلم اللي يعرفه العلماء وكذا، ان تعلم ان هذا الكذب حرام، ان سبيت الدين خطر، ان عصيت الله عز وجل، ثم بعد ذلك ترتب عليك حال معينه ثم فعل، واتبع السيئه الحسنه تمحوها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات كما قال صلى الله عليه وسلم. بعدها كرم الله عز وجل لا حدود له. أتعلمون أتذكرون أن الله عز وجل غفر وقبل توبة إنسان قتل 100 نفس؟ 100 إنسان هذا مش رفع اللهم في حال الثوران وغضب، لا، واحد قتله، واحد ذبحه، واحد قتله مع مواليه، واحد 100 إنسان. فلما أراد أن يتوب قبل الله عز وجل منه، لم يقبل الله بل سخر له الكون، وأصبحت الأرض التي يقصدها تقترب والأرض التي ابتعد عنها تبتعد، وقبضته يعني ملائكة الرحمة. أختم لك أستاذ فارس بقول للإمام الحسن البصري جوليه، لأن هذا يهم الناس. قال له: يا إمام، ألا يستحي أحدنا يعصي الله ثم يتوب ثم يعصي الله ثم يتوب؟ يعني بزاف. قال: ما ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. بالك تدخلوها في عقولكم، هذه هذه لوثة فكرية وعقلية وقلبية. بالك تقول: أنا والله على بالي ما نقدرش، ما نقدرش، لو كان نجي الجامع على بالي باللي نزيد نولي. هذا أكبر حاجة ينتصر لها الشيطان. قال: حتى يكون الشيطان هو المحصور، كل ما يبذل الجهد نتاعه ويوقعك في معصية عاود انتصر عليه، بالمعنى الرياضي قاليزي انت، عدل النتيجة وعاود توضأ وصلي ركعتين. ليس هناك شيء كبير يعني. بارك الله فيك. طبعا ليس هناك أرحم من الإسلام وأرحم من ربنا سبحانه وتعالى، فهو رؤوف ورحيم بعباده. أسئلة المواطنين الصائمين في هذا الشهر الكريم نشاهد بعضا منها في هذا التقرير. السلام عليكم الشيخ. السؤال تاعي متعلق بالوضوء. أثناء الوضوء الإنسان يحس كاين قطرات على الوضوء هنا في الحلق، يعني وشنو هو يعني الحكم الشرعي في هذا الإحساس؟ يعني أسك مفطر ولا لا؟ لا. السلام عليكم الشيخ، عندي كيسيون. عندي عم ملي راني فاطر حمل خلف صيامي، واش لازم ندير؟ وشنو لا لا فاش لازم ندير باش نعمل خلف صيامي سي بوسيبل؟ ما هي مبطلات الصيام؟ ما هي المفطرات التي يجب فيها القضاء؟ شاهدتم معنا أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، هذه الأسئلة التي نوجهها إلى الشيخ سليم حتى ينيرنا بما علمه الله سبحانه وتعالى. وأول سؤال كان: عندما يشعر المتوضئ بمرور بعض من القطرات إلى حلقه، فهل هذا يفسد الصيام شيخنا؟ الإنسان في صومه يحتاط، دائما عنده الاحتياط من المفطرات أو مما يظن أنها مفطرات. لكن في هذا السؤال الذي طرحه هو وارد حديث نبوي صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما. نعم. شو معنى الإنسان يمضمض فور وعمر فمه ويدخل ويخرج وكذا به يخرج بعد ذلك؟ قال له: إلا أن تكون صائما. هل معنى الحديث إلا أن تكون صائما؟ احذر، لأنه لو كان كشما مرت كاش قطرة راه يبطل الصيام. هناك من قال نعم وعلى مذهبنا، لكن هناك من قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له، يقولوا كانت بالغ انت يا وانت صايم وتفوت قطرة وش يصير لك؟ لما قالوش بلأنك فاطر. ولذلك ذهب بعض الفقهاء أن الإنسان إذا لم يتعمد ومضمض مليح باش ينقي فمه مثلا، وشعر خشكين، فرق بين الشعور وبين لا متأكد أنا فاتت قطرات، هذا الشيء حكمه، وأنه شعر بأن البلل واضح في حلقه هل يترتب عليه؟ هناك من قال لا يترتب عليه شيء، هل شعر ولا فعلا مر على على. وأما ربما النساء اللواتي يسألن: أنا نذوق الشربة ونذوق هذا، ولا جات صامطة ولا مالحة ولا كذا، هذا يجوز لك، يجوز للمرأة تذوق كل الماكلة نتاعها وشنو ما تفوتش، ذوق بلسانها وتبان لها باللي معتدلة، ومن بعد تمجها أي تلقيها ترفضها تلفظها. بارك الله فيك. سؤال ثاني كان أن يعني شاب ربما أفطر أياما في رمضان الماضي
ويسأل عن كيفية قضائها. يقضيها كما شاء. هناك بعض الفقهاء قال يعني راح افطر 7 أيام يصوم 7 أيام يقضي 7 أيام متواصلين، لأن في رمضان كانوا متواصلين هنا، لكن قالوا لا، الله عز وجل رخص له بأن يفطر، فكيف بعد كي يصوم يزيد يشدد عليه؟ يصومها كما شاء، يفرقها في السنة كلها. ولا أدل على هذا من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يمر علينا 11 شهر ويأتي شعبان، وكان بعض الأيامات في رمضان مازلنا ما قضيناهمش. طبعا كانت تصوم الاثنين والخميس هي رضي الله عنها، وصامت 6 أيام من شوال، وبالتالي لا يشدد على الإنسان في كيف يصوم القضاء تلك الأيام. اللهم إلا أن يجي رمضان هذا وكنت أنا عندي أيام رمضان الآخر، وجاء رمضان وبعد رانا في العام هذا، لا إذا كان فطر 5 أيام يصوم 5 أيام ويطعم 5 مساكين أيضا، زجرا ورد عن عند المذاهب الثلاثة المالكية والحنابلة والشافعية. بخلاف الحنفية قالوا لا، إن شاء الله تعقب عليها 10 سنوات، افطر 5 أيام يصوم 5 أيام فقط. بارك الله فيك شيخنا الكريم على ما وضحته لنا حول هذه الأسئلة التي كانت عبارة عن انشغالات للمواطنين الصائمين. شيخ سليم، ننتقل إلى موضوع ربما يتعلق بروح هذا الموضوع في هذه الحلقة، اللي هو مقاصد الصوم، حول المقاصد الثابتة والمتغيرة من الصيام. هو ربما نعبر عنها بتعبير أليق وأنسب لها بالمقاصد الأصلية للعبادة والمقاصد الجزئية. نعم. لأنها لا تتغير، قد تتغير في نسبها بين شخص وشخص. نعم. أو بين ظرف وظرف. المقاصد الكلية معروفة، المقاصد الكلية للعبادات اللي هي حفظ الدين، دين الإنسان، توحيده، عقيدته، حفظ النفس، حفظ المعروفة الكليات الخمس أو الست، أو لربما أوصلها بعض الفقهاء المعاصرين إلى 21 مقصد كلي. المقاصد الجزئية هي تتعلق يعني المقصد حفظ الدين ككل، الجزئيات الدين، جزئيات العبادة، هذه عبادة الصيام المقصد انتها الأكبر هو شهادة التقوى، شهادة التخرج من هذه المدرسة. المقاصد الجزئية التبعية يعني هي كيف يضبط لسانه، كيف يضبط سمعه، كيف يضبط يده، هذه تناولها النص النبوي. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث، لا يجهل، لا يسخب، إن شاتمه أحد أو سابه فليقل إني مرء صائم. إذن هذه مقاصد جزئية، كيف يتدرب على الإنسان أثناء الإطار الزمني للمدرسة 29 يوم ولا 30 يوم، يتدرب على اللي يسبه، اللي نرفيه، اللي يعني يثيره لا ينفعل، وينضبط بأخلاق الصيام. هل الأخلاق الصيام المفروض هي تكون أخلاق المسلم الأصيلة طول أيام السنة، لكن كيف يتخرج منها بعد المدرسة؟ معروف أي إنسان ينتسب إلى مدرسة ولا معهد ولا كذا، متى يقدم أوراقه ويعتمد عند يعني بعد التخرج. نعم. للوظيفة ولا للأعمال. كذلك الإنسان دخل مدرسة رمضان بأطورها الثلاثة أو أطوارها الثلاثة، بعضهم يسميها 10 الأوائل و10 الأواسط و10 الأواخر، لكل منهم شهادة جزئية وشهادة التخرج لعلكم تتقون. بعدها يخرج الإنسان إلى معركة الحياة، هل تزود فعلا من المقاصد الجزئية والكلية وتعلم كيف يكون الإنسان الطائع؟ هذا إنسان يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة كان الماكلة نتاعه، شوف بعد الفجر كان يأكل ما شاء الله، بعد الأذن الفجر خلى كلش، حلال ولا مش حلال؟ حلال، لكن خلاها بعد الفجر. لو كان يكون جيعان وحطوا له الماكلة بكل صنوفها قبل المغرب بلحظات بدقيقة ما يمسهاش، هذا الإيمان اللي كونك أنت أنك الحلال ما تمسوش يا أخي. والحرام، الحرام ماشي في رمضان برك، في رمضان وفي الليل وفي النهار وفي غيره. هذا معنى أن تتدرب على مقاصد الصيام، ترك الحلال وحدك كيف بك مع الحرام؟ هذه بين المقاصد الجزئية الكلية للصوم وبين مقاصده الجزئية التي يتخرج منها بعد ذلك. بارك الله فيك شيخنا سليم. شيخ حمزة، لو أوضحت لنا بعضا من التطبيقات الواقعية لهذه المقاصد الثابتة والمتغيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رب لصائم حظه من الصيام ماذا؟ الجوع والعطش. الإنسان عندما يعني مصباح من بعد طلوع الفجر إلى الغروب، يعني حتى إلى الأذان المغرب، وهو يعني يمتنع عن كل ما أكل، يعني كل شيء ما يأكلوش يعني،
وحتى ويكون يختلي بنفسه في الغرفة ويشوف كذا وما يقدرش يأكل. لماذا؟ لأنه يستشعر مراقبة الله عز وجل، ويستشعر أن هذه العبادة عظيمة، ولا يمتنع عن الغيبة والنميمة والغل والحسد، أمراض القلوب. فكيف يعني الإنسان يستطيع أن يمتنع؟ بما أنه امتنع عن الأكل شهوة البطن وهي أصعب شهوة، فكيف لا يستطيع أن يمتنع عن هذه الصفات الذميمة التي ذمها الإسلام؟ من الصفات التي نراها في مجتمعنا أنه فيه ناس أنه جعل من صيامه إلا ماذا؟ الأكل وفقط، يعني مصباح وهو يعني كل ما يمشي يلقى ماكلة ولا يلقى يشري، عنده اللهف يلهف، فإذا أذن المغرب ما يأكل ولا شيء. فهذا يعني الصيام، لا يا أخي الكريم، الصيام ما جعل إلا أن تصوم جوارحك، تصوم أخلاقك، تصوم، هذا هو المقصد الأساسي من الصيام. أيضا من مقاصد الصيام أن الإنسان يكون رحيما بإخوانه، رحيما بجيرانه، فدائما الإنسان يزور أقاربه، يزور إخوانه، يعني يزور أقرب الناس إليه، الوالدين. وإذا كان الإنسان جاه شخص يعني بطريقة يعني نرفزة وبدأ يتهجم عليه، يعفو ويكون عنده صفة الحلم. فهذا هو المقصد، يعني أنه دائما الإنسان يتحكم في نفسه وأخلاقه، فهذا هو الأساس من هذه الشعيرة، شعيرة الصيام. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا أن نتخلق بخلق الإسلام. وهذه الصفات لا بد دائما الإنسان، مش تكون دائما في رمضان، دائما تكون دائما يعني دائما يعني صفة ربطت في المسلم، يعني هذا هو أخلاق المسلم، أن يكون دائما عنده أخلاق، أنه يبتعد عن الغل والغيبة والنميمة وشهادة الزور. كل هذه لابد الإنسان المسلم أن يتخلق بها، والله الموفق. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى التخلق بهذه المقاصد التي من أجلها شرعت فريضة الصيام. الدعاء في رمضان من الأمور المشروعة، كيف لا؟ وقد قال سبحانه وتعالى بعد آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نختم هذه الحلقة بدعاء بصوت المنشد علي صحراوي. اللهم اجعلنا في شهر رمضان من المستغفرين، واجعلنا فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلنا فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا فيه على صيامه وقيامه، وجنبنا فيه من هفواته وآثامه، وارزقنا فيه ذكرك بدوامه.